يتقدم للأمام، يلعب كرة طويلة، يدور على سعد الحارثي اللي موجود في المقدمة، لكن تخلصت من فريد شقلان، تصويبه الله الله، تصويبة ولا أروع، ما وصلت على الأرض أبدا. عادل هرماش دائما ما يفاجئنا بمثل هذه الأهداف. عادل هرماش يسجل هدف رائع وجميل. لما يسجل عادل هرماش ما يسجل أهداف أي كلام، لأنه يلعب دائما في أحلى الأوقات ويخرج. سجل هدف أمام الشباب، واليوم يسجل كرة على الطائر على الطائر بعد أن لعبها فريد شكلان بالشكل خاطئ، راح معاها العامري، لكن سجل الزعيم أول الأهداف. يا عين عيني على الكرة الرائعة هذه، واحدة من أجمل الأهداف، ما انتظر عليها ثواني، أخذها على الطائر.